بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، اليوم من ناقشنا رسالة للطالبة حجبوها الشين من الصحراء المغربية، وهذا يندرج في إطار مسلسل مناقشة الرسائل داخل المؤسسة الكلية المتعددة التخصصات للنظم. ومن حسن الصدف أنه اليوم كنناقشوه بعد واحد الحدث التاريخي في الحقيقة على صعيد جامعة محمد الأول وعلى صعيد هذه المؤسسة، أنه البارحة الحمد لله تمت المصادقة على توسعة هذه الكلية لإضافة ثلاث مدارس، اقتراح أكيد هو اقتراح، إضافة ثلاث مدارس داخل هذه المؤسسة لتوسعتها، وهذا بفضل مجهود السيد عميد والأعضاء، جميع الأعضاء في الحقيقة ومجلس التدبير والسيد رئيس جامعة محمد الأول. لكن يبقى نناشد إخوة أعضاء الهيئة الانتخاب المنتخبة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد كذلك المركزي، يعني لابد أن يكون هنالك مجهود مضاعف من أجل تحقيق هذه الأمنية، خاصة وزارة التعليم العالي مشكورة خصصت واحد 10 مليار درهم، يعني اللي هي الآن في إطار مسطرة استثمارها، وإضافة هنالك 40 مليون درهم خاصة بهذه المؤسسة مباشرة من وزارة التعليم العالي. إذن الحمد لله العقار عندنا متواجد موجود، وزيادة على ذلك عندنا المؤسسات أو مقترح المؤسسات، ولهذا لابد من أن يكون هنالك مجهود مضاعف من برلماني الإقليم من أجل إن شاء الله تحقيق هذه الأمنية اللي غتكون واحد المشروع التاريخي بالنسبة لمدينة الناظور. وهذه المناسبة كذلك نشكر السيد عامل الإقليم اللي بذل حتى هو مجهود جبار من أجل أن نحقق هذه الأمنية، ونحن سعداء الحمد لله بما تحقق وما بما سيتحقق إن شاء الله. شكرا.